المباراة ألف مبروك. أول مباراة لألمانيا 4 قدام البرتغال، أقوى مباراة في المجموعة، كيف شفت المباراة؟ الحمد لله زي ما قلت لك، الحمد لله الآن بداية موفقة، هذه علامات أنه الكاس جاي ما فيها كلام. كنا نبغى الخامس لكن الحمد لله على كل حال 4 طيبة، 4 طيبة والله. 3 أهداف في الشوط الأول قتلت المباراة. كريستيانو رونالدو ما كان في مستواه، طرد بيبي ما كان في صالح البرتغال، لكن باقي قدامنا مباراتين ويمديهم ان شاء الله يعدلهم، باقي في وقت. انا صراحه ولدي ماني لا برتغالي ولا الماني. لك تعاطف مع الماني اليوم، في لاعب مفضل في الماني؟ والله ما في لاعب مفضل، هو انا اصلا ما تعاطفت، انا استغربت اصلا من مستوى البرتغال. يعني احنا شاهدنا اول شيء ان المانيا تقدمت بهدف، وتوقعنا انه حتكون رده فعل المنتخب البرتغالي، طبعا كل فعل ردة فعل، لكن تفاجأنا ان المانيا تزيد الغلة بالثاني والثالث. يعني صراحة البرتغال امر غريب. والله انا من بداية المونديال كنت متأمل انه المانيا ان شاء الله بتسوي عمايلها في كاس العالم في هذه السنة، وهي من المؤهل، من المنتخبات المؤهل لأخذ اللقب. We'll be right back.